ده العد العكسي من بعد الانتظار، قرر عن نفسي بنفسي بإيدي آخد قرار، اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار، كسر حيطاني وشمسي تضوي عني المدار. عم يبدأ العد العكسي لا عمره شكل جديد، لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد، لا اشكي الحظ الضايع ولا هالقلب الوحيد، غرق زوايا امسي يا هالجرح العميق. وبعيش حياتي لأول مرة حلوة وسعيدة، مجنونة حرة لوحة ارسمها بإيدي، ما بندم على الماضي بندم على اللي وصاه، اديني شو إلها معنى لولا الاختيار، اديني شو إلها معنى لولا الاختيار. ولما بتنزلي لتحت رح تلاقي غرفة نوم، في باب على ايدك اليمين، بتفتحيه وبتفوتي. ومن الشباك بتصيري بالبحر. هدول اغراض اللي وصيتنا عليهم. يسلموا ايديك. يلا لوين؟ خليك. بفضل اترك مع ضيوفك. ما صار عندك فضول تتعرف عليهم؟ بتسائل مرة ثانية. معقول هيك؟ يعني تعبت معي وساعدتني وهلا تجي تفل؟ أنت اللي ساعدتني وتعبت معي، وبعد بالأيام اللي جاية رح تتعب أكثر. هيدا كله لأنه علمتك الصيد؟ يعني اللي بيسمعك عم تحكي بفكرني خلصتك من الغرق مثلا. ما تقلل من قيمة حالك، لأنه يمكن لهلا في كثير عالم ساعدتهم ومنك عارف. مش ناقص تقول لي غير إني خلصت شو حرية بحر كمان. ما حدا بيعرف، يمكن تصير. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. الشباب جاهزين؟ كلهم في انتظار سعادتك جوه. في اجتماع مهم، مش عايز حد يدخل عليا. اوكي؟ هتسأل عليا؟ لا. بص الناحية التانية كده صباح الخير يا شباب. صباح الخير يا فندم. طمنوني عليكم، اخباركم ايه؟ كله تمام يا فندم. عاملة ايه يا ماما؟ كويس. ها جاهزين بقى للاجتماع ولا هننام زي كل مرة؟ أنا شخصيا يا فندم نايم 8 ساعات ومرتاح على الآخر. يا فندم أنا لو بقالي أسبوع صاحي اشوفك داخل علينا كده بطلتك الجميله فجاه تملي طاقه وعينيها تفنجل في الميتنج. يا سلام يا سلام. احط فايل انيسه نايه ولا مش هتحضر الاجتماع؟ ليه خير؟ محدش قال لها ان التاخير ممنوع؟ وان استاذ كريم محبش حد يخش بعديه الاجتماع؟ يا سلام، دي ضيفه عندنا يا نهى، يعني لو تاخرت شويه مش هيجرى اي حاجه. ضيفه؟ ليه؟ دي موظفه زيها زينا يعني. موظفه بس جديده، يعني لسه ما تعرفش اي حاجه في الشركه، واجبنا احنا ان نقول لها ايه نظام الشركه وطريقه الشغل. بعد اذنك يا فندم، انا شايف ان احنا نبتدي الاجتماع، والانسه ان هي تيجي براحتها، يمكن في حاجه اخرتها ولا حاجه. طمنوا ما فيش اخرني. صباح الخير. صباح النور. ولا يهمك، اهم حاجه انك وصلتي بالسلامه. مش تقولي سوري او تعتذري عن التاخير؟ ده حتى كلنا قاعدين مستنيينك. المشكله انه ما في سبب محدد، انا هيك حبيت اتاخر، لانه عندي حساسيه شوي من المواعيد يلي مبكله على الثانيه. فوضويه يعني. يا جماعه احنا كده بنأخر الاجتماع اكتر واكتر، انا شايف ان احنا من الافضل نبتدي. الدرافت اللي انتوا قدمتوه لي انا طلعت عليه. في مشاريع عايزه دراسه، في مشاريع محتاجه لتطوير، في مشاريع جاهزه على التنفيذ. طارق. ايوه يا فندم. التصميمات اللي انت قدمتها هايله. متشكر يا فندم. لكن مش محققه المعادله لمنتجع سياحي يجمع ما بين كبار السن والعواجيز اللي زي حالاتي وبين الاطفال اللي اهاليهم ممكن يسيبوهم في مكان زي ده وما يقلقوش عليهم. لكن بامانه الهيكله اللي انت بانيها ما فيهاش غلطه ومش جديد عليك. دي شهاده اعتز بيها يا فندم. لكنها صارمه وفيها حته وصايه، ده بقى اللي هيخلي العواجيز يهربوا والاطفال اكيد هيتمردوا. احنا طبعا اكيد سمعنا في يوم من الايام عن العشاق العواجيز اللي هربوا واتجوزوا بره، احنا بقى عايزينهم يتجوزوا جوه المنتجع. انا كان كل طموحي يا فندم ان انا من خلال التصميم ده اقدر البي احتياجات المنتجع كله. بس للاسف انا بعتذر لسيادتك اني ما قدرتش انال رضا سيادتك. اولا انا مش عايزك تعتذر، مش عايزك تزعل. صدقني مشروعك هايل وانا شايله بس في الوقت المناسب. اكيد يا فندم شايله لمشروع رصين ويتمتع بالوصايه. رصين ويتمتع بالوصايه، سامعين؟ اسمعني بقى يا سليم. امرني معاليك. تصميماتك عكس تصميمات طارق تماما. قصدي حضرتك يعني مش هخلع كده ومش لاقي حد يلمه؟ مشروعك هايل بس في بعض التعديلات كده على شويه ملاحظات خفيفه ممكن يحصل منه مشروع كويس. ما حضرتك لو قلت لي الملاحظات ومواطن الضعف اللي في المشروع ممكن انفذها وهي ما تقلقش منها تاني. دي مواطن الضعف اللي بسمعها 30 مره في اليوم. مشروعك يا سليم مش هيتنفذ دلوقتي. شوف نيجي بقى للانسه نوح. لا معلش، يا ريت بقى تسيبني للاخر انا يا مستر كريم. طب ما انا فعلا سبتك للاخر اهو. ازاي يعني؟ و دموازيل نايا مش هتناقش مشروعها ولا ايه؟ انا مش هناقش مشروع الانسه نايا لانه هينزل على التنفيذ فورا. والله ده خبر حلو، الف مبروك يا نايا. بالنسبه بقى لمشروعك يا نوح. لا معلش، انا افضل حضرتك تقول رايك في مشروعي بعدين. عاصم. الو الو استاذ كريم، ما بعرف كيف بدي اتشكرك، انا بالحقيقه كثير تفاجأت. ايه حكايتك بالضبط؟ يا ريت بتخليني كفي جملتي للاخر، ده لما تكون جمله مفيده. انا بصراحه على قد ما انا فرحانه، على قد ما انا مصدومه برده فعل نهى. دي دراما جديده خالص. بس اسمعني استاذ كريم، يمكن يكون طموحه، يمكن يكون نحتت بالصخر لحتى صمم مشروع يعمل مني انسانه جديده بهويه جديده، لحتى احس حالي انه انا فعلا مش مهم. المهم انه انا بدي اقول لك، صحيح اني انا لقيت حالي بهالشركه، بس مش رح يكون هالشي على حساب حدا تاني. يمكن نهى استفزتني، يمكن هي انسانه منا متصالحه مع حالها، بس انا مستحيل انه ابني نجاحي على ظهر تعاسه حدا تاني. وانا ماني مضطره ابدا انه اعمل عداوه بالوقت يلي انا بامس حاجه انه يكون عندي اصدقاء. مشان هيك اسمح لي انه اسحب مشروعي. انتي اتعشيتي؟ ما تقلي انه هذا المطعم مش لإلك. عشان يعني بعرف الناس كلها؟ انه ايه هيك شيء يعني. بيني وبينك مأجرهم. ولا ما بستبعد هالشيء ابدا. لا والله. طب ما انت بتضحكي اهو، وضحكتك حلوه كمان. تصدقي بالله انا ابتديت اقلق عليكي. هالقد شايفني نكديه؟ مش نكديه وبس، يعني ما بتعرفيش تتبسطي. انبسط. بصي انا عايز اقول لك على حاجه، المفروض اي حاجه بتحصل في حياتك تخليك مبسوطه، انت بقى بتعملي العكس، بتدوري على النكد وبتروحي له. زي ما تكون مثلا عليكي طار، عندك مشكله مثلا وهربانه منها، حاجه زي كده. انا يسامحك، بس هعمل ايه بقى، مجنونه، وما ينفعش واحد عاقل زي حضرتي يقول له واحده مجنونه زي حضرتك. اعقلي، وبالذات لما تكون مجنونه زي القمر كده زيك. هلا طلعت انا مجنونه؟ يلا ماشي يا سيدي. يعني انت سبتي زي القمر ومسكتي في مجنونه؟ عشان كده بقى انا عايزك دايما تبقي منفصله على الواقع تماما، ما تفكريش غير في شغلك وبس. حكايه بقى الاعتبارات الانسانيه دي تحطيها على جنب، انا عايزك دايما تفكري في الاعتبارات المهنيه، شغلك يبقى في وسط عينيكي. صدقيني انت مشكلتك مش عارفه حجم موهبتك، بس هتعرفي ليه؟ كلهم ما بيعرفوش هم بيعملوا ايه اصلا. مين هون؟ المناخوليا. رح تخليني اصدق اني عن جد مجنونه. ولازم تحمدي ربنا على النعمه دي، مرزقه والله العظيم مرزقه. عندكم قدرات مش عند الناس العاديه اللي زينا. نحن؟ ده انتوا عايشين في عالم تاني خالص، عالم صعب ان حد يقرب له ولا حتى يعرف يوصل له. بتشوفوا حاجات الدماغ البشريه عاجزه على انها تشوفها. ناس محترمه، ناس مثقفه كده مميزين. هقول لك على حاجه، اقري نيتشه وانت تعرفي انا اقصد ايه بالظبط. بعتقد انه صار بدها نزله على المكتب باسرع وقت ممكن. يا حبيبه قلبي مفيش حاجه يعني، مفيش داعي للاحراج، حصل خير احنا اهل يعني. وبعدين بيني وبينك احنا ياما قرينا، ما قدرناش نعمل حاجه. بركه فيكم انتوا بقى. انتوا جيل التغيير، عايشين عصركم ولكم ثقافتكم وهتغيروا، وبالفعل غيرتوا. اللي بيسمعك بفكره اختيار. طب ليه كده بقى؟ ليه الشتيمه دي؟ يعني انا مصارك في مكان شيء كنت تشتميني؟ الشتيمه اللبناني دي؟ ختيار يعني كبير بالسن. طب ما شتيمه برضه. طب ليه كده؟ عجوز يعني ها؟ عجوز، بس انا بشوفك شاب. ما قلتليش بقى هتاكلي ايه؟ اكتر من هيك؟ Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I? Would it be and sin? But I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling. So it goes, some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too, but I can't help falling in. عاصم، عاصم، هذا أنت؟ إيه أنا، ما كان بدي صحيك بس تليفونك صار له ربع ساعة ما يرن، قلت لحالي أكيد تليفون مهم. ألو. أيوة أنا عاصم غريب، تفضل. تفضل تفضل عم اسمع. يعني خلص؟ يعني المفروض أنا بهالحالة هلا أقبل النتيجة. لا لا ما قصدي، يعطيكم العافية، شكرا كثير، الحقيقة أنتم ما قصرتوا. شكرا، أنا شكرا لتعاونكم. أنا هلا الحقيقة ارتاح بالي وصرت بقدر أتقبل التعازي. أي شكرا. راسي رح ينفجر. الدواء اللي عم تاخده تقيل كتير، بيعمل صداع بالراس. دي شو جابك هلا؟ جاي لحتى تعطيني مواعظ؟ جاي لحتى اوقف حدا. انا ما بدي حدا، بدي حدا. إذا فكرتيني بموقف ضعف وجاي لحتى تتشفي فيني فبتكوني غلطانة. لا أنت ولا 100 وحدة مثلك بيأثروا علي، فهمتي؟ عاصم معاش اللي بده يدق بكرامتك، بعدين ما حدا بيتشفى بالأموات. نايا ما ماتت. إذا جاي لحتى تهزي فيها فينك تمشي. وإذا مفكرة إنك تستغلي هذا الحادث لحتى المياه تعود لمجاريها فبتكوني غلطانة. ليك شو ما قلت وقد ما انفعلت، ما في شي غير الحقيقة بيضل. عاصم أنا مالي جاي لحتى أعمل حرب معك، ومالي ناوية. ليك أنا جيت لهون لحتى أوقف معك محنتك، لأني خايفة عليك مثل أي أخت. أي أخت بتخاف على أخوها. كيف عرفتي؟ ما في شي بيتخبى، كنت دايما اتبع اخبارك، برغم انه نحن بعاد هالشي ما منعني انه اطمن عليك من وقت للتاني. شربتي قهوة؟ شربت قهوة ونسكافيه وشاي وبعدك نايم. ونمت كتير، كنت حاسس. انت كيف دخلتي لهون؟ الباب كان مفتوح. انا مفتوح ولا مسكر كله مثل بعضه، ما عاد في شي بينفع. انت كيف جيتي لهون؟ بسيارتي. لحالك؟ ايه لحالي. اللي عم تسأل عنه ما بيقدر يجي. وهيك يعتب لهون. عاصم ما رح يعتب. ايه بعرف انا، يعني بيعتبروها هي فرصة انه يعني يفتحوا صفحة جديدة وكأن شيئا لم يكن. وهيك عتب لعندي على البيت، حتى بجنازتي ما بدي اطلع. ولا انت طلعت بجنازته؟ ليش؟ فؤاد مات؟ اعطاك عمره. امتى؟ كمان شهر بيصير له سنة. ما حدا خبرني. يمكن لأنه كنا عايشين برا. هلا رجعتي؟ ايه بس ابني ضل بباريس، عم يدرس بالجامعة. ابنك؟ ورد عمره 18 سنة وعم يدرس طب. قلتي لي شربتي قهوة؟ وبشرب مرة تانية إذا بدك. كان عشاء كتير حلو، وما يسيء انك قدرت تطلعني من المود الوحش. مش هيك بيقولوا بالمصري؟ بيقولوا كده. كويس. ممكن اسألك سؤال؟ تفضلي. يعني هو منه سؤال بقدر ما هو شي محيرني. اللي هو ايه؟ كل يوم بكتشف فيك شخصية جديدة ما بتشبه لي قبل ابدا. اي وحدة منا انت؟ بتحب المشي؟ كتير. بس اكيد مش بالكعب العالي. خضفني. تفضلي. حاضر. ايه ساعدني. وبعدين ايه؟ لا عفوا الجزمة. بدك تمشيني حافي عن جد؟ عايزك تبقي على الأرض، جربي الإحساس ده، ما تفسديش اللحظة. يلا. أوكي تفضل. تفضل. تفضلي. انا ليه بعد بستغرب تصرفاتك؟ شوفي يا نايا، مش عايزك تصدقي ان الانسان بيعيش حياه واحده بس، لا، الانسان بيموت مره واحده. ده غير بقى ان هو بيمر بانواع كتير من الاطوار وانواع كتير من المواقف، ده غير انه بيصادف انواع مختلفه من البشر بيشكلوا شخصيته. لا، بيشكلوا شخصياته. يعني بيصير عنده اكتر من شخصيه وبيغير لونه مثل الحربايه. مع اني معترض على التعبير، ولكنه من الناحيه العلميه مظبوط 100%، لان فعلا الحربايه بتتلون حسب الطبيعه، وده اسمه التكيف، زي الحاله بالظبط اللي انت مريتي بيها. مشيتك على الارض حافيه شكل من اشكال التكيف مع الطبيعه. ولما كنت عرفتك بجمعيه الرفق بالزواحف، فالشخصيات بقى اللي بتتشكل جوه كل واحد فينا بتبقى مرتبطه بمجموعه الاختبارات اللي بنمر فيها، والاختبارات بتتحول الى ذاكره، عشان كده الشخصيات بتتغير على حسب الذاكره. يعني زي ما تقولي كده البني ادم بيبقى عباره عن ملفات كمبيوتر. يعني هلا اذا ما نفتح ملف السعاده نتذكر الاشياء السعيده اللي مرت بحياتنا. كلام مظبوط. عاد، واذا ما نفتح ملف الضحك نتذكر المواقف الطريفه يلي مرقت بحياتنا. ان شاء الله. ليس كده. طيب اي ملف كنت عم تبلش تفتح لما كنت عم بتغني كان في لمحه حزن بعيونك؟ طيب انا بقول بقى تطلعي تنامي عشان الوقت اتاخر، وبكره الصبح هنبتدي في مشروعك. صباح الخير. بتروحي؟ المهم اطمنت عليك. إذا عزت أي شيء تليفوني عندك. منال. نعم. أنت بتعرفي إنه زوجك توفى، وعملتي له جنازة ودفنتيه وبتعرفي وين قبره. بس أنا شو أعمل؟ الحق إحساسك أخي، الحق إحساسك. إذا حابب تنطر لترجع انطرها، بس أنا خايفة تنطر على الفاضي. بس هلا أنا شو أعمل؟ ترجع لشغلك وبتتابع حياتك. حاسس حالي مشلول، ما قدران أعمل أي خطوة، بس إذا شفتها برتاح، برتاح حتى ولو كانت جسمي. عاصم حبيبي، أنا بدي أقول لك شغلة بس خايفة تزعل. بصراحة أنا ما صدقت إمتى رجعنا التقينا وحكينا. قولي 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 منال، قولي قولي ليش في زعل أكثر من اللي أنا فيه؟ مثل ما فهمت إنه نايا انتحرت. لا غلط. انتحرت عاصم، انتحرت، كل الناس بتعرف إنها انتحرت. بيعرفوا ليش؟ يا حبيبي ما المهم هن يعرفوا ليش، المهم أنت تعرف ليش. كنت معيشة أحسن عيشة. إيه بس ما كانت سعيدة. مين قال لك؟ يا عاصم لو كانت سعيدة ما كانت انتحرت. ليك أخي حبيبي، أنا ما عم افتح الموضوع لحتى لومك أو ضايقك أو خليك تدافع عن نفسك، بس بدي وصلك لنقطة يمكن تخليك ترتاح. نايا لما كانت عم تفكر بالانتحار كانت عم تختار، يعني كانت عم تختار تبعد عنك، كانت عم تختار تتركك، كانت عم تختار تروح ما ترجع، ما بدها إياك، ما بدها تعيش معك. مشان هيك أخي بكل الأحوال اعتبرها ماتت، لأنه هي اللي قررت تطلع برات حياتك. لأنها وحدة غبية وتافهة وشرشوحة. أصلاً أنا اللي عملتها، هي ولا شيء. أنا اللي سويتها، أنا سويتها السيدة. إذا ما شفتها بعيني ما رح صدق، لازم شوفها بعيني لحتى صدق، لحتى أفهم، لحتى أعرف ليش هيك عملت، ليش هيك عملت، ليش. طيب حبيبي تليفوني عندك، إذا عزت أي شيء حاكيني. إيه؟ خليكي طيب، في غرفة نوم فاضية فينك تنامي هون. أنت هيك بدك؟ ولو يا منال، ولو. احنا اخوات. على فكرة شنطتي بالسيارة، بس كنت ناطرة اسمع منك. مرحبا دكتور وليد. أنا الصور عندي صارت جاهزة، إمتى بتحب مرق لك إياهم؟ بعرف دكتور، بعرف إنه منن قد اللي كافية، بس إنه أكيد بيساعدونا بالتحقيق. شهود؟ أكيد أكيد في شهود، ما تعطى الهم دكتور، أنا حاسبة حساب كل شيء. لكن بعد ساعة. أوكي، مع السلامة. أهلين سامية. لا بتطلع فيه، أنا خليني بعيدة عن القصة، الله يخليكي. وحقنا يا هو كمان كبوب البحر، وبنتركه لمسيو عاصم عايش حياته كأنه شيء لم يكن. بركي ما استفدت شيء، بركي كل اللي عم تعمليه على الفاضي. ما تعتري هم، تعبي مش حيروح على الفاضي. عاصم زلمة واصل، مش بعيد يشتري الكل مثل ما اشترى الدكتورة ندى، ولا نسيتي؟ لا ما نسيت، بس الحمد لله سامية مش كل الناس بتنشرب المصاري، وأنا في مين عم يدعمني بالقضية؟ إذا فارس اللي هو جوزك منه داعمك، مين ناطرة لكان؟ المقدم نسيب والنقيب ناجي. والضباط اللي كانوا بحقهم عاصم وقت الحادث؟ نعم، وخصوصا النقيب ناجي. على أي أساس؟ لأنه النهار اللي غرقت فيه نايا كان هو كثير شك إنه هيدي خبرية انتحار، كل وقت كان عم بوجه أسئلته لعاصم، بتتذكري؟ متذكرة كمان إنه المقدم كان شاكك فينا كلنا، يعني إذا جيتي فتحتي هالباب مش بعيد تكوني بشي تصيري بشي تاني، وأنا ماني مستعدة. بتعرفي شو مشكلتكم سامية؟ إنه كلكم ساكتين وكأنه ما دخلكم الموضوع. إيه لا حبيبتي أنا دخلني، وإذا سكتت رح أعتبر حالي متواطئة مع المجرم. ليلى، أنت ما بتحبي نايا أكثر مني، وإذا ما عم ساعدك بالقضية هذا ما بيعني إنه نايا بتهمك أكثر من ما أنا بتهمني. سامية أنا متمسكة بهالقضية مش لأنه نايا بتهمني أكثر ما بتهمك. أنا متمسكة بهالقضية لأنه هيدي قضية مبدأ. إذا بدنا نسكت لعاصم وأمثاله رح يتحول عنف لتقليد اجتماعي، وتنسى الناس انه هيدي جريمه وبدها عقاب. صباح الخير. صباح النور. كنت جاي اطمن على عاصم، انا جارتنا عندي شاليه هون وهيدا البوت لإلك. أهلا. الظاهر حضرتك كابتن. كنت. عمره البحار ما بيتقاعد. حضرتك مين؟ عاصم بيكون أخي. معقول؟ كل شي معقول بهالدنيا. كيفه هلا؟ بعده نايم. طيب انا برجع مره ثانيه، سلمي لي عليه. في عنا قهوه سخنه، بحب جيب لك فنجان؟ يا ريت، ما فيي اقول لا. جبران سلامه. منال، تشرفنا. تفضل. تفضل ارتاح، رح روح جيب ابريق قهوه. ميرسي، عذبتك. ولو شو؟ الهيئة بتحب القهوة كثير. هالشي مبين من حجم البريق. بحب القهوة بلا، بس مو لدرجة اشرب كل هالكمية. تفضل. هلا أنا بكتر قهوة لأنه بتوقع دايما ضيوفي يشاركوني فيها. بتعرف إنه العرب زمان كانوا يشعلوا نار قدام الخيمة لحتى إذا مر أي عابر سبيل أو ضيف يعرف إنه بهالخيمة في عشاء إذا كان جوعان، في مي إذا كان عطشان، وفي قهوة إذا كان حاسس بالوحدة. أنا فعلا بحاجة للقهوة. قديش أنا محتاج للقهوة، طول عمري محتاج. في إبريق جوا أكبر إذا بدك. بتعرفي إيه؟ هيدي أول مرة بفكر بمعنى القهوة أنا وعم بشربها. قديش أنت؟ بعرف إنه وجودي غير مرغوب فيه، بس دورت عليكي بكل الشركة لحتى لقيتك هون. لازم نحكي نهى، أنا كل الليل ماني نايمة. فعلاً؟ وأنت حتنامي إزاي وأنت سهرانة لوش الصبح مع أستاذ كريم؟ أنا اتصلت بأستاذ كريم لحتى أبلغه إنه بدي أسحب مشروعي. ما بدي بلش بشي وبعرف إنه في حدا منه راضي، وخاصة إذا كان أنت. بكت؟ لا والله فيك الخير. ما عم بحكي جد أنا. والنتيجة كانت إيه؟ رحتي تعشيتي وسيرتي مع فرسترو حلوة قوي، وآخر الليل قعد يغني لك. كل ده ليه؟ عشان يقولك هو قد إيه متمسك بيكي، وإن الشغل مستحيل يمشي من غيرك. صح، هو منه متمسك فيه، هو متمسك بمشروعي. أيوه صح، أنا عارفة. مع هيدا لحتى ترتاحي أنا جيت لحتى عندك لقلك إنه مني متمسكة بشي. وبالنسبة للمشروع رح أعتبره مكان، ورح أترك لك الشركة وفل. استني بس يا حلوة، شتقولي رايحة على فين؟ أنت عم تسأليني على فين؟ ولو يا نهى ما أنت بتعرفي كل تحركاتي. بليز إذا سألك عني أستاذ كريم ما تقولي له أنا وين، أوكي؟